أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المالي والمصرفي قد أثبتت تميزها وكفاءتها العالية لما تملكه من قدرات مهنية، وهي تتواجد في جميع التخصصات والدرجات الوظيفية الفنية والقيادية المختلفة بفضل ما تحظى به من خبرات واسعة ومشهودة على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال زيارته للمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني في مملكة البحرين، أشاد وزير العمل بالريادة التي يشكلها القطاع المصرفي والمالي في المملكة ودوره في تعزيز التنمية الشاملة، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة مستمرة في إطلاق المزيد من المبادرات في إطار الجهود الوطنية لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، فضلا عن توفير الحوافز المشجعة للخريجين وتقديم حزم الدعم للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات، وذلك من أجل إدماج الموارد البشرية البحرينية في مختلف الوظائف والتخصصات الوظيفية في المنشآت الاقتصادية والإنتاجية.